هدوء اعصاب بشكل غير عادي في ضربه الجزاء. الحمد لله، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي التتويج، مبروك للاعبين الكل على مجهودهم طول ال 120 دقيقة. الناس كل الاساسي والاحتياطي واللي نزل، الناس كل كنا عندنا نفس الهدف انه نتوج باللقب بهذا. الحمد لله جاء بعد 120 دقيقة، لكن كالعادة شخصية الفريق هي اللي صنعت الفرق. مفتقد الراجل ماشي هناك كابتن وليد. كابتن وليد اكيد من احسن اللاعبين اللي تعدوا على تاريخ النادي، كان موجود معنا حتى في التمارين ووجه رسائل دعم كبيره للاعبين.